يلا قبلها احا. صبري مريم، ال ADHD اللي فيك قسم بالله، كوم داون. سو يا ليبرا نكست. ليش حبيبي؟ وات كومز افتر از ليو. ليو 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 البرج المغرور. برج الأسد طموحين، يحبون دوم يكونون توب 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 توب. هم اوكي يعني كناس، برج البنات ناري والأولاد لا هي they're actually they're يعني قياديين وفيهم كل صفات الأسد basically، انه قياديين وطموحين وهكله، بس الشيء اللي يخرب شوية ان فيهم غرور. أسود. هذا الشيء الوحيد. وما ادري وين سمعت هالمعلومه، يقولون الولد اللي برج الاسد دوم شعره يكون شرات الاسد. صدق صدق والله ترى صدق هالمعلومه، ان شعره يكون شرات الاسد شينا، عارفين المين حمتي تتذكر؟ ما ادري عاد، ما شفت شعره اذا لين ما في اليوم. شعر ها اجنور ها. فيا هم they're brave they're قياديين ويصلحون يكونون like you know managers. و هي I actually like them. بعطيهم 8.5 يمكن. هي interesting. انت شو رايك برج الأسد؟ ليوز ما كان عندي experience ويا ليوز في حياتي. I think I only have one Leo in my life. Is it? ما أدري. Yeah, I think I only have one Leo in my life, but I've seen many Leos يعني in general. I'm not friends with them, but I've seen them in general. With Leos ما أحس إن I'm comfortable. مو comfortable. Yeah, أحس أزيغ منهم. من آخر أنا أحس إني أنا أزيغ من الليوز. سمكة وأسد أكيد هي بتخبي. خيرتيني في حلجة. حكي انزين. For me let all this go. أحس الليوز صدق صدق نفس الأسود. You know كيف الأسد يكون راقد؟ طبعا في الكارتونز ما أعرف ريال لايف. يكون راقد ما يسوي شيء. يوم هي الوقت إنه he needs to attack he will give one strike he will attack and he is done. اللي قدام الأسد ما عارف شو استوى، بس all they know is that everything has been destroyed. So that is what I know about Leos. And I think that applies to both men and women. I've seen in both how Leos are very 1, 2, 3, 4, let's go. So I've seen that in them. لأن ما عندي that much experience with Leos وأنا أصلا أخاف منهم فأنا أتجنبهم. I think I'll give it 3. 3 حرام عليك. لأن ما أعرفهم. شيء ثاني عن الليوز، أحسهم they're the most romantic sign. ما ليوز أعرف. أكثر برج رومانسي ليو. أوكي. أنا بعد ما أعرف بس يعني سمعت. أوكي. ما أعرف وايد عن ليو، سوري. How come I don't have any Leo friends? ما أدري. Maybe I'm too lame for أنتي it. أنتي كله في الماي عشان شي. والقبقوب وال صحيح. عقب الليو we have Virgo. فيرجو. Can I start? This is something me and there's this one very important person in my office we will agree with. No Virgo is the same. اوه هي كلهم انواع واشكال. Let me repeat. No Virgo is the same. So okay, you can start. I just wanted to say that. برد على قلبي. فيرجوز برج ترابي. صدق؟ انت بعد ترابي. فعشان احنا اوكي ويا بعض انا وبرج العذراء. شو يحبون النظافه وايد وايد اورجنايز، يحبون النظافه ويحبون الترتيب، يحبون هالاشياء. شو بعد عنهم؟ وايد يحبون الاكل. شراك برج الثور يحبون الاكل. Like food is like something يعني يحبون يجربون أشياء جديدة، يحبون يجربون new cuisines. لاحظت هالشي فيهم. وكربع وايد 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 أوفياء، يعني أوفياء بشكل مو طبيعي. العيب الواحد أن ما يعرفون يواجهون إذا أنت غلط، وإذا هو
ما يعرفون يواجهون، ما يعرفون يعتذرون. لا ما يعرف ما يعرفون يواجهون. هي ما يعرفون يواجهون، ما يعرفون يعتذرون. يعني اذا هم غلطوا بحقك ما بيهم بيعتذرون، يمكن يسووا لك شيء عشان تنسى هالشيء، بس ما بيعتذرون وما بيعرفون يواجهون اصلا ولا بيعترفون بالغلطه. فهل العيب الوحيد اللي شفته في ال، واكثر ناس فيرجوز فيهم او سي دي بعد، فبعد لاحظت هالشيء. وفيهم ديترمينيشن، اذا حطوا شيء في راسهم بيسوونه. ديترمينيشن الف، يعني وايد وايد، يعني مو طموحين، ان فيهم هاي الاستمراريه، اذا حطوا شيء في راسهم يبون يسوونه بيسوونه. ما يعني ما في شيء يقدر يدخل. اظن هذا اللي هو برج ترابي، انتم كلكم التراب، لا كلكم التراب مال هي، يعني هي كلام دام. ما عندنا جري اريا، ما عندنا عندنا يا اسود يا ابيض، ما عندنا شيء في النص. ما عندكم رمال، يس اور نو. هي فكم اعطيتهم؟ ما اعطيت او ما بعطيهم 9 بعد. يا احب البرج العذراء. اوكي اوكي سو برج العذراء. ليتس سي. اوه يا فوق انه شو كان، سوري قبل لا تكلمين تكملين جست ون مور ثينج. كيف تعرفين ان هالرجل برج العذراء وايد الريايل، بس انا الحريم غير، الحريم اكشلي العكس، الريايل وايد يستحون. الحريم جريئات العكس. الريايل برج العذراء وايد يستحون وايد، يعني تحسونهم شي شوي اوكورد، بس الحريم لا العكس، تحسونهم من شي they're very extroverted. اوكي سوري كملي. انا ما اتذكر كم فيرجو عندي في الحياة، بس I'm pretty sure عندي وايدين. yeah عندي وايدين فيرجوز في الحياة. كانت اول انطلق no one is same here. so no virgo is the same and no virgo can multitask. لا يغركم يوم يقولوا لكم لا I can, no they can. Having said that, and they cannot multitask, that one task they do, like you said, they do it with full determination. Like there is no half. يعطونكم الشغل مكمل ويعطونكم الشغل مو مسواه عدل، يعني يوم يسوون يسوونه، بس لا تعطونهم كم من شيء مره واحده. ما يدو. ما يرومون. يقفلون. يعني they stop functioning. It's like error processing. There is no So that's one thing about Virgos. Like you said, yeah, they're very organized. I don't know about cleanliness. إن شاء الله ما أصير أحكم على الناس من نظافتهم ولا whatever. بس إنه they're very organized. If you go to a Virgo and you want something, you'll see it 1, 2, 3, 4 ولا 1. وcolor coded بعد. A 1 A 1 B 1 C. يعني you will not get confused with a Virgo. I don't remember much. يعني by the way, The sun sets أنا مخي خلاص قفل. في علينا فيونا. Am I an ogre? You're an ogre, Potter. The match is filming. إنزين كملي. So yeah, that's yeah. I don't remember about Virgos that much, but in, I really like them. I Virgos are unintentionally funny. يعني يضحكون الناس بدون ما يقصدون. يعني وهم بحاسين they make you laugh because. And Virgos have this vibe of attraction. They will attract you towards them because they know how to keep a conversation alive. They know how to keep the room happening and working and exciting and all that stuff. So I really like that about a Virgo. Not everyone can do that, by the way. And يعني not everyone can do that with genuinity. يعني بدون fakeness, بدون ما يتصنعون, بدون ما أن لا أنا بصير بتكلم عن هالموضوع. لا Virgos. Naturally, هم يتكلمون تحسين كل ينجذب لهم، الكل يسمع لهم، الكل يعني they have that charisma in them. So Virgos, I'd give my compatibility with them 8.1, 8.2 فرقت الحين 8.1 8.2. في معلومة ربيعتي قالت لي أنا which I don't know عاد صح ما بصح حلال حرام I don't know. Apparently فيرجو المرأة استغفر الله يناسبها حوت رجل كزوج. أنا سمعت إن الثور بس تمام عيال هو عامة الأبراج الترابية. سكرني عن الموضوع.
ابراج ترابيه تكون متوافقه اكثر ويا الابراج المائيه او من البرج نفسه، يعني المائي والمائي والترابي والترابي. So that's Virgo. العذراء. And now we enter Libra. ليبراز احبهم صراحه وايد وايد، يعني اجمل ناس. يعني اذا شفتوا الشخص شي مرتب، شخص سكسي، وحده تعرف يعني كيف تلبس، وحده تعرف كيف تمشي، وحده فيها كلاس. على فكره برج الليبرا الميزان وبرج الثور نفس الكوكب يعني اللي يحكمنا اللي هو الزهره. فالناس مرتبين، ناس يعني شي تحسونهم كلاسي. اهم شيء قلت كلاسي وسكسي، المهم يعني دمج كل هالصفات الزينه حطوه في الليبرا. فناس وايد يحبون الجمال، يحبون الاشياء الحلوه، يحبون يحبون سوالف الارت، يحبون يسيرون متاحف مال الارت جاليريز، يحبون اي شيء يخصه في الفن، الفن والجمال، وذوقهم حلو بعد برج الميزان. ونفس الوقت فيهم كاريزما. او الريايل، او ماي جاد، الريايل فيهم كاريزما مو طبيعيه. برج الميزان حتى اذا كان اخسف واحد في العالم بس الكاريزما يعني تخليه احلى واحد في الكون. هل انا لاحظت في برج الميزان وايد وايد الكاريزما فيهم تلعب دور. تقييمك للميزان يلا ثور. بعطي 8.5 وياك. بس شوي شايفين اعمارهم ها الميزان من كثر ما وصفتيهم من الجمال والمعرفة. لا الصراحة الصدق الكاريزما فيهم يعني مو طبيعية. هي والبنات راقيات، وايد وايد راقيات الليبراز. ما احس عندك ليبراز في حياتك عشان شي متواجد. ليبرا وحدة كشيخة؟ هي اكزاكتلي. لا شو يعني كشيخة؟ يعني تعرف تلبس، تعرف شو هذا اللي صدقك هي شو لابسه شو مو بلابسه عيب. انزين I have one Libra in my life. أتمنى بعد إنه مو بناسة ليبرات في حياتي. لا زي ما قلت اسمها عشان كل واحد تحرى إنه هي. بعد صح. ما يمكن أعرف ريايل بعد ناس تنم. So I know one Libra in my life and the only thing I wanna say about her, just her, because I only know her. Is that she's very humble, she's very decent, and she عفوية. was ما قلت عفوية قلت decent. عفوية is humble. No, hey. Humble is متواضع. بعد عفوية is the same. Yeah. Okay. So they're very humble. Humble وراقية وdown to earth. ما قلت كلها. المهم they are what they are and my Libra friend to be honest hands down the most beautiful bride I've ever seen. That was so random. يعني ترومي تقولين she is the most beautiful bride، يعني هي ما كانت عروس ما كانت حلوة. لا يعني I've seen brides she beats them all because the way she carried herself, the way she walked in mashallah عليها and throughout the wedding she did not have her. عارفين usually the brides عندهم اللي استحي ما استحي اتكلم ما اتكلم. هي تعرف the perfect balance. هي she knows how. Oh, Libra balance. So yeah she knew exactly يعني when to talk when not to talk what to do. So that hats off to her. She knew exactly how to handle that. لو أنا under pressure ما بعرف شو بسوي. One more thing so, about Libra. Sorry. يحطون عليك بدون ما يستحون. That's the one thing about Libras. لأنهم يتحرون اللي يقولونه it's facts. It's not إهانة. فبيحطون عليك وانت if you get offended they'll be surprised like تقول حقيقة. وها يعني عارف كم من Libra ها؟ وكلهم عندهم نفس الاوبينيون. يعني يوم يعلقون عليه كلام يعلقون عليه كلام كأنه هاي يعني من الحقائق مو بان ان هذا it's my opinion. يحطون عليه شعور يقولون like why are you offended it's the reality of things. ف يا شو تقييمك؟ احس ما اقدر اقيم لان I only know one person نفس ليو ما اظن اعرفهم فاعطيتهم ثلاثه فقره.
I think I'll give a Libra 5.7 هي ويا أرقامها. المهم 5.8 يلا البرج اللي عقبه سكوربيو. سكوربيوز. وين أبدأ من سكوربيوز؟ العقرب. أكثر برج مشاكس. النوتي بويز والنوتي جيرلز. وايد وايد أحبهم، أحب هالبرج، مع أن دوم البنات يشتكون من السكوربيو بويز، ما أدري ليش يقولون عنهم إنهم players or what not but they're not. ما No, who they are, by the way, all water signs, men and women, to an extent they are players. Excuse me, what yeah, can you just yeah, المهم العقارب أنا أحبهم لأن they're good listeners. أنا هذا one thing I realized. العقارب they're really good listeners. ترمسين وهذا ما يقاطعوا يا جماعه، هذا يسمعوا الكلام ها ولك and they judge you internally. ما اقول they don't judge, they judge you internally وبس يحاولون ما يبينون هالشيء، بس they're really good listeners. That's one thing. They're nice to hang out with. احب سوالفهم، احب الجو اللي يعطونه، تعرفون. What else? They're good people. I like Scorpios. بس خافوا من لسعة العقرب. Because once you betray them وهذا انسوا اللسعة بتعوركم if you betray them or if you backstab them. ف careful about that. Other than that, و by the way, إذا الليبراز يتميزون بالجمال، السكوربيز يتميزون بالجاذبية. They're very attractive, السكوربيز. Both الحريم والريايل. Yeah. ماذا عندي سكوربيو ريال في حياتي؟ عندي؟ No, you're just proving and you don't have friends. I don't have friends. What can I do? My opinions are complicated. ولا الناس اصلا ما يفهمون علي لان ما اعرف اتكلم. So تقييم وفاتحين بودكاست. تقييم حق السكوربيو بعطيهم 9.5. واو. احب السكوربيو. سوري. عمري ما بس فيهم شيء واحد يعني ما كنت اتكلمت عن سلبيات السكوربيو. شوي باردين ويحسونكم انكم انتو you're the greatest thing in their life، بس عادي تي يوم اللي يمسحبون عليكم وانتو ما تدرون انتو شو سويتوا، بس at the same time they'll come back to you. Like يسحبون يردون ما عارف، يمكن نفس موسم العقرب يعني، في الحر يطلع وفي الشتاء يتم في الكوكون whatever. فيه يعني شوي باردين. And they tend to be slow texters بعد، لاحظت هالشيء. Okay. هي. Scorpios. 9.5. First of all أحس عيب إني أنا أتكلم عن Scorpios. I genuinely love them. Nori, you just spoke about them. I did not. You did. I did not talk about Scorpios. You did. I did not talk about Scorpios. قلت you don't know Scorpio man. That's it. خلصنا خلاص، عطى الريتنج زيرو. اوكي سوري، اوكي كملي. لا لا زيرو لان ما اعرف حد. اوكي كملي. والله سو هو ذا سيم، عيب اتكلم عن سكوربيوز because I genuinely love Scorpios. اوه هي. Now I didn't know my best friend is a Scorpio man. So I didn't know what Scorpios meant. Then I think اول مرة عرفت سكوربيو، لا اول مرة عرفت سكوربيو كان متى كان؟ اول سنة جامعة. أول مرة استوعبت سكوربيو رابع سنة جامعة يوم جيت بتخرج، لأن ثالث سنة جامعة this one Scorpio I had legit this is what she told me and for me this was impressive. لأن for me coming from an English background فجأة شيء تقنية أنا مو فاهمة شو السالفة، أحس إنه أنا outsider. So this girl I think third or second year I think third year first semester of جامعة she was like واحنا ماشيين تونا متغدين كلنا ويا بعض واحنا رادين الكلاس راندم اللي احنا نتمشى، نورا تدريني ما كنت ادانيك. وات؟ اي صريحين وايد صريحين بزياده. انا بعدني يعني ما اعرف كم عمري اعتبر ياهل، كم كان عمري؟ اي ثينك 18 انا هاف شيء شي. لايك اكسكيوز مي زي كي ما كنت ادانيك، كنت احس تشي وتشي وتشي وتشي، بعدين يوم عرفتك حسيت انه يور نورمال كول بيرسون. First time انصدمت، بس while she's talking حسيت انه okay wow this is really nice because this means انهم ما عندهم filter. This means انهم they're very honest.
This means إنهم ما بيكذبون عليكم، لأن بعدين when I realized صدق يوم ما كانت تدانيني ما كانت تكلمني، and then يوم تقبلتني كلمتني، which means إنهم ما عندهم هالفيك فلتر. If they like you, they like you. If they don't like you, they don't like you. And they're very honest in their lives, which makes them, I think, that they're very comfortable. Hmm. Having said that, like I said, I think they're very sensitive as well. Hmm. And this is where the lesa comes in. Just don't break their trust. Handle with care. They're fragile. صح. نفس العقرب. ياسين نتكلم عن العقرب. إيه أقول نفس العقرب الأكشن سكوربيون. آه أوكي. شيء ثاني. This is very random. أحب أعطي شيء random facts. الشيء الأكثر جاذبية شكلياً في العقارب عامة عيونهم by the way. ما عندي تتخيل. بس أفلش كل العقارب اللي عندي له. عيونهم اللي it carries attractiveness. وايد by the way تصنفين النفس يعني اليوم لاحظت. وايد تلاحظين فيهم أشياء physical. برج ترابي نشوف الواقع نشوف الشيء اللي نروم نلمسه نشوفه. سوري زين اوكي تقييمي لسكوربيو سو فار 9.7 9.75. وانا اعطيتهم 9.5 صح؟ ما هي اظني هي اي ثينك اتس ذا هايست 9.7 9.75. سو اي ثينك ام اجين بايست توردز ا ووتر ساين ويت يو كانت I think من الحين أقول لكم الفايز والعقرب. آه شيء بس we declare. تمام.